هل انت شخص ملتزم في مواعيدك ولا لا؟ وازاي بتتعامل كمان مع الشخص الغير ملتزم؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا في انتظار اجاباتكم وتفاعلاتكم. دلوقتي نروح لمنى ونشوف هل هي ملتزمه ولا لا، وازاي بتتعامل كمان مع الاشخاص غير الملتزمين. صباح الخير عليك منى. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير يا هدي. صباح الخير عليك كمان. فكره الالتزام في المواعيد بحس انها لها علاقه بالاحترام او بالتقدير. انا بحترم اللي قدامي، انا بقدر اللي قدامي، انا شايفه ان اللي قدامي ده يستاهل ان انا ابقى موجوده في ميعادي، هروح في ميعادي. ما اعتقدش ابدا ان في حد هيبقى رايح يقابل حد مهم وهيروح عليه متاخر. ما اعتقدش ابدا انك هتبقى طالب مقابله حد لفتره طويله او طالب حاجه من حد ولما تروح له هتروح له متاخر. مظبوط. فبما ان عندك القدره انك تظبط مواعيدك مع بعض الاشخاص، اتوقع انك تظبط مواعيدك مع كل الاشخاص. لو ما عملتش كده يبقى مش بنفس القدر من الاهميه، يبقى قله معرفتهم احسن بالنسبه. بيبقى عايز يريح دماغه بس شويه مثلا، خصوصا لو كانوا اصدقاء مثلا او في بينهم عشره وكده، فبيقول لك يعني مش مشكله لو احنا معانا 5 وانا هاجي 7:30 اول ما جراش حاجه. صح. ما هو لو قال كده 7:30 هتلاقيه جاي 9:30. لا، ما انا بقول لك برده لها علاقه بالاحترام، يعني حتى وانا عايزه اريح دماغي اقول ابلغ. يعني عاده بحاول التزم في مواعيدي قد ما اقدر لو رحت اصلا. لا روح. اتفضلي. صباح الخير.